أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان. صفحات من الماضي. في مثل هذا اليوم في 6 مايو عام 2021 أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أن 6 مايو عام 1976 محطة فارقة ومفصلية ساهمت في ترسيخ أركان الاتحاد وتوطيد وحدته وتثبيت دعائمه. جاء ذلك في كلمة لسموه وجهها في الذكرى 45 لتوحيد القوات المسلحة، حيث قال سموه: يطيب لنا في هذا اليوم العظيم في تاريخ دولتنا من كل عام أن نستذكر يوم توحيد قواتنا المسلحة في 6 مايو عام 1976 كمحطة هامة ومشرقة ساهمت في إرساء الأمن والاستقرار، حيث حافظ جيشنا الباسل على مكتسبات الوطن ودعم مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها دولة الإمارات. وأضاف صاحب السمو حاكم الفجيرة أن الجيش الإماراتي بات يمثل السياج الوطني المنيع لحماية المكتسبات التي حققتها الإمارات بفضل التفاف وتكاتف أبنائنا مع قيادتهم الرشيدة لحماية مكتسبات الدولة ومقدساتها وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوعها، إضافة إلى تحقيق رسالتها ودورها في دعم وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما جدد صاحب السمو في هذه المناسبة المجيدة عهد الوفاء والولاء للوطن، وتعهد على مواصلة مسيرة النماء وتعزيز مكانة الإمارات في مقدمة الدول التي تدعم السلم العالمي. صفحات من الماضي.